النتيجة مرضية طبعا بالأمس، الأهلي حققها أمام مازيمبي بالتعادل السلبي بدون أهداف هناك في أصعب ملعب في القارة زي ما أنا وصفته امبارح في الحقيقة، والنتيجة مرضية جدا جدا طبعا لجماهير النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي طبيعي هي جينات جماهير النادي الأهلي كده طمعان في الأحسن، والأهلي كان يستطيع إن هو يرجع بالنتيجة الأفضل من كده لأنه أهدر عدد من الفرص الذهبية أبرزها كرة وسام اللي كانت في أول الماتش خالص، وكرة طاهر اللي في آخر الماتش خالص، مفيش أسهل من كده، لكن ما كانش فيه توفيق، ربما أرضية الملعب بعض العوامل، لكن في نفس الوقت نتيجة جيدة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي يعني. بالتالي الاستعداد هيتم لمباراة الإياب اللي هتكون يوم الجمعة الساعة 9 بالليل على استاد القاهرة الدولي في حضور 50,000 مشجع أهلاوي جامد قوي قوي قوي، أسود أسود هيكونوا موجودين في مدرجات بإذن الله يدعموا الفرقة ويساندوها بمنتهى القوة. واوعى تستهين أبدا بمازيمبي، اوعى تستهين أبدا بمازيمبي، لازم مازيمبي ياخد كامل احترامه وكامل تقديره وياخد الواجب بتاعه كرويا وفنيا ويتوكل على الله يرجع على بلده، والاهلي يكون ايه بيتوكل على الله بيوصل للنهائي بعون الله. خلاص بالتالي الامور جيده، الفريق راحه امتى؟ النهارده وبكره، جم الفجر فالنهارده راحه، بكره راحه، يستأنفوا تدريباتهم باذن الله بعد بكره في اطار ترقب كبير لعوده بعض المصابين ابرزهم مروان عطية في حسابات الجهاز الفني بشكل رسمي لمباراة الإياب بإذن الله، فالأهلي محتاجه جدا جدا لأن نص ملعب فاضي. كوكا إصابته مش قوية، إن شاء الله في فرص كبيرة إن هو يكون موجود. أكرم توفيق إصابته بسيطة لأنه عبارة عن جرح في الوجه، فالقصة بسيطة مفيش أي إصابة عضلية أو ما شابه ذلك، فهو جاهز أيضا للمباراة. إمام عاشور يبقى هو هذا السؤال أو هذا الاستفسار عند جماهير النادي الأهلي بشكل كبير قوي، هل يقدر إمام عاشور يلعب المباراة المقبلة؟ يقدر يلعب. طب القرار ايه؟ القرار في ايد الجهاز الفني. طب الجهاز الفني مقرر ايه؟ الجهاز الفني واخد قرار ان امام عاشور مش هيلعب، مش عايز يجازف بيه، خصوصا ان النتيجه جيده في مباراه الذهاب، الامور في اتجاه ايجابي جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. ف يعني ايه ادخر امام لما هو قادم من تحديات مهمه سواء على الصعيد المحلي ولا سيما طبعا على الصعيد الافريقي في حال تاهل النادي الاهلي ان شاء الله تعالى للمباراه النهائيه، فيجي لك هو 100% جاهز، مليون في الميه مش 100%، هو جاهز دلوقتي بيتمرن عادي مفيش اي مشكله خالص يعني. شناوي موجود مش هيلعب الماتش الجاي، لكن وارد جدا تشوف على حسب قرارات الجهاز الفني، مش عايز اسبق الاحداث في حاجه زي كده، لكن برضه عوده قويه جدا حتى على المستوى القيادي. هيلعب مش هيلعب حتى على المستوى القيادي في اوضه اللبس في النادي الاهلي، الاهلي في اشد الاحتياج لقائد الفريق محمد الشناوي بكل تاكيد. الشحات صعب يلعب الماتش الجاي، صعب يلعب برضه، هيتم الحفاظ على حسين الشحات، ياسر بره المباراه بشكل نهائي، لكن هيجهز لما بعد مباراه مازيمبي باذن الله تعالى يكون الاهلي متاهل. ما فيش اي تطورات اخرى داخل النادي الاهلي.